السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أمي دربوك. اليوم غنقدم لكم غريبة ديال سميدات الكوك، كتجي غزالة بزاف وهشيشة اقتصادية. كنحتاجو الكوك الرقيق مزيان، هذاك الغليظ كيكون ناشف كيضيع الغريبة. هذا الرقيق 250 غرام، عندنا 250 غرام ديال السميدة الرقيقة ديال الحلويات اللي كنصاوبو بها الحرشة، ونقدروا نزيدو على حساب الحجم ديال البيض. غنحتاجو كاس ديال زيت المائدة، وغنحتاجو 200 غرام ديال السكر سنيدة وخمارة كيماوية. ثلاثة البيضات، وقشور الحامض، وشوية الملحة، ونحتاجو معلقة ديال الكونفيتور السائل ديال الحلويات، وغنحتاجو سكر سبيسيال رقيق، هذا كيلصق في غريبة اللي ما كيكونش فيه الحبيبات غلط. غنبداو على بركة الله ونصفو البيض، حامض، شوية سميدة أو مليحة، غنضيفو سكر سميدة، غنضيفو معلقة ديال الكونفيتور جاري، نحاول نخدم كل شيء، اما تضرب اليدوي ولا باليد. نخلطو مزيان، وعاد نزيدو الزيت، كاس ديال الزيت، نخلطوه مزيان، عاد نضيفو الكوك، والكوك نديرو كامل. والكوك كما قلت لكم في الاول 200 غرام، نخلطو مزيان، عاد نزيدو دابا نزيدو السميده شويه بشويه، حيت على حساب النوعيه ديال الكوك واش كيشرب ولا لا. الا كان كيشرب هذاك خايب، مول الحلويات دائما تمشيو عنده تقولوا عطينا الكوك المزيان، الاخر كيكون غليظ والحبات ديالو كبار كيكون ناشف. دائما خذوا الكوك اللي رقيق. بقاو على هذا الحال، نزيدو داكشي اللي بقى لنا. انا نستنى نشوف الى
نحتاجو السميده. دابا نزيدو الخماره ديالنا. نستعمل الايد ديالي لان باش نعرف القياس. خميرة نسيت، المهم نتوما غربلو الخميرة. هنا نخلطها مزيان، نزيدو شوية السميدة، شي 30 غرام. قمنا نهلكوها مزيان، المهم زدت شي تقريبا 30 غرام ديال السميدة. نخدموها مزيان ورباقة، المهم كنحسبها بدات تتجمع. وباقا نخليها تشرب 10 دقائق. نخليها واحد 10 دقائق تترتاح، وعاد نكوروها. هنا بعد ما دازت 10 دقائق كندير يدي في المزهر، ماشي نص كاس ديال المزهر. ما نخليهاش هكا، نهبطها شوية. من بعد ما دازت 10 دقائق كناخدو الماء زهر، كناخدو كويرة على حساب اللي بغيتو، 30 غرام 20 غرام على حساب كل واحد والذوق ديالو. كاين اللي بغيها صغيرة، كاين اللي بغيها كبيرة. قولوها الفران خصو يكون سخون طيب مزيان، وعاد تنقصي منو، عاد نقصوها وندخلو منها باش تجي مفقعه، باش كتشق لنا الغريبه ديالنا. الا كان بارد ولا ما سخونش بزاف ما تتشقناش مزيان. هكا نبقى هكا يا بهاد المنوال حتى نسالي الكويرات ديالنا كاملين. و سكر كلاصي يكون سبيسيال، لان الا ما كانش سبيسيال راه كتجيش غريبه ديالنا زوينه. سبيسيال زوين. كاين واحد الباكيات كيقول لهم بلا سبيسيال، ولكن كيكون الثمن ديالهم ناقص، ولكن راه ماشي مزيان. هذا اللي استعملت تيدير 12 درهم للكيلو. كندير بحال هكا باش ما يديا ما تعمر ليش بسكر كلاصي، نبقى كل مره نخدم ونطلي هذا. تنبقاو على هاد الطريقة. هنا دابا درت هاد اللاطا وبعدت بيناتهم باش ما تلصقوش، وخديت شوية ديال السكر كلاصي ودرتو من الفوق باش منين تفقع كيجي داك السكر كلاصي باين مزيان. دابا ندخلها الفران غيكون سخن، غنقص البوطة مزيان وغنديرها من التحت حتى تشقق لينا، عاد نديروها من الفوق. هاي شوف كيف تفكعت تشققات.
دابا نخلي واحد شويه عاد يطلع الفوق. وهذه النتيجه النهائيه ديال غريبه ديالنا، هانتوما كتشوفوا كي جات مفقعه ولا مذاق غزال والهشاشه حتى هي. نتمنى يعجبكم الفيديو، ونتمنى يعجبكم هذا غريبه وتجربوها وتبارطاجيوها مع الحباب، وما تنساونيش من لايك 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 وشي تعليق زوينه ديالكم واشتراك الا ما كنتوش مشتركين في القناه. واحبكم في الله، وأشكركم مبروكة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.